راح اعطيكم اسهل طريقه دونالدز. تعال نشوف الطريقه. هنا عندي خاشقتين شكر، خاشوقه مال اكل خميره، وكوب وربع حليب. نجيب مضرب يدوي نخلطهم بهذا الشكل شويه زين، نخليها على صفحه، نشيلها نخليها 10 دقائق على صفحه تخمر. هنا عندي كوبين ونص طحين، الخميره والحليب والشكر بهذا الشكل. راح ابدي اعجنها بيدي بهذا الشكل، راح اخليها تختمر لمده 10 دقائق. راح اشيل الكاتشفاني بهذا الشكل. خاشوقه ونص مال اكل زبده تقريبا 40 غرام، خليها بالعجينه. نبي نعجنها العجينه، خليها على الميس احسن حتى تطلع العجينه طريه. هسه راح تشوفون شو راح تطلع العجينه طريه. شوفوا بهاي الطريقه، نجيب قالب بهذا الشكل، نجيب قالب صغير شوفوا بهذا الشكل، اشيل قطعة واخليها هنا، اصفطهم. راح اخليها تختمر لمدة ربع ساعة، اغطيها بالكاتشف. هنا انا عندي زيت لازم ما يكون حار هواية. هنا انا راح انزل قطعة قطعة على نار هادية حبايبي. تمام شوفوا، شوفوا لي اللون لازم تطلع هيك وياكم. تمام حبايبي شوفوا شلون طلع عندي. راح اخليه بالشوكولاتة، شوفوا عندي شلون طلع. خلينا بهذا الشكل، راح اجيب شوكولاتة الوردية خليتها هاني بهذا الكيس مال الحلويات مال الكريم شانتيه. اخليها شوفوا بهذا الشكل. راح اخلي سكر خشن شوفوا بهاي الطريقة، نصفطها بهذا الشكل. تمام حضوها. هشة وقرمشة فتشي ماكو داعي.